السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات، وأعان الله وإياكم على الطاعات، ووفقنا وإياكم لفعل الخيرات. مشاهدي الكرام، ذهب تقريبا الثلث من هذا الشهر العظيم، وينبغي علينا أن نستغل هذا الشهر في الإنفاق وفي قراءة القرآن وفي القيام وفي فعل الخيرات، وما أكثر سبل الخير. ينبغي أن نحفز أنفسنا وأن نشجع بعضنا بعضا للتسلح بأعمال الخير وأعمال البر في هذا الشهر العظيم. أحيانا في بداية شهر رمضان ينشط الناس في فعل الخير، لكن البعض يفتر بعد 5 أيام أو بعد 10 أيام، والواجب علينا أن ننشط، ويأتي بعد ذلك العشر الأواخر، ليالي العشر التي ينبغي الإنسان أن يضاعف فيها من العمل وأن يبادر للصيام القيام وكذلك الاعتكاف في المساجد. أحبائي الكرام، حصل حدث في مدينة أسدية بخراسان، حدث عظيم، وهو أن الناس أو أهل السنة في ذلك الموطن كيف أنهم ثبتوا على تعلقهم بالمسجد حينما أغلقه النظام الإيراني. مسجد أسدية مسجد صغير، ولكنه عظيم في قلوب أولئك القوم الذين يسكنون في تلك المنطقة. أغلقه النظام الإيراني، حتى الأقفال كأنهم يغلقون برجا أو يغلقون سجنا، شيء غريب، وستشاهدون ذلك في الصور وفي مقاطع الفيديو القادمة. أغلقوا هذا المسجد، أبى أهل السنة في إيران وفي تلك المنطقة إلا أن يصلوا جميع الصلوات بجانب المسجد، لم يخشوا من النظام. حتى النساء جعلوا بين الرجال وبين النساء في ذلك المكان حاجز أو ستار، واعتصم الرجال واعتصمنا النساء في ذلك الموطن. ونقول أسأل الله أن يجعلهم من الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبشرهم بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. هؤلاء بإذن الله، بإذن الله أرجو الله عز وجل أن يجعلنا وإياهم من الذين قلوبهم علقت بالمساجد. نشاهد وإياكم هذا التقرير ثم نعود إليكم. ردا على إغلاق المسجد، أقام المصلون بمدينة أسدية في محافظة خراسان الجنوبية صلاتي المغرب والعشاء جماعة في الشارع احتجاجا على الإغلاق. ورغم أن أهالي مدينة أسدية من الغالبية السنية، فإن سكان المدينة قالوا إن طلبات السماح ببناء مساجد في المدينة تقابل بالرفض من السلطات الرسمية، فقد أوقفت السلطات أي تصاريح رسمية لبناء المساجد في المنطقة. وقال مرصد هران لحقوق الإنسان في إيران إن أهل السنة في خراسان يشكلون نسبة كبيرة جدا من سكان المحافظة الجنوبية، لكنهم يواجهون بمضايقات كبيرة في ممارسة شعائرهم الدينية. ولفت المرصد إلى أن إقامة المصليات في البيوت أصبحت ظاهرة في المدن التي يعيش فيها السنة في إيران. كما نقل المرصد عن أحد سكان مدينة أسدية أن المسجد أغلق بحكم قضائي صادر عن محكمة إيرانية بحجة عدم وجود تصريح رسمي لبناء المسجد. هذا ومنعت السلطات الإيرانية العام الماضي أهل السنة من إقامة صلاة التراويح والعيد في عدد من المدن والأقاليم، بل وطالبتهم بأن يقيموا صلاة عيد الفطر في الحسينيات الكبيرة. ونقلت مصادر متعددة من الأحواز وكردستان أن صلاة التراويح منعت لهذا العام،
كما تم ملاحقة كثير من الدعاة والناشطين الذين كانوا يأملون في إقامتها. من ناحية أخرى، ذكرت مصادر أحوازية أن السلطات الإيرانية اعتقلت مجموعة من الشباب لأنهم أقاموا صلاة الجماعة في رحلة برية. لعلكم شاهدتم يعني هذا الرباط الذي رابطه أهل منطقة أسدية بجانب المسجد، حتى مساحة المسجد لعلكم شاهدتموها يعني ممكن مساحة 4x4 أو 6x4 تقريبا، ليس بالمسجد الكبير. أيضا لماذا إغلاق المسجد؟ لماذا إغلاق المسجد؟ الدول الإسلامية تبنى بالمساجد، تحيا بمساجد الله عز وجل، ولكن عند إيران هم يعني المساجد الموجودة الآن في إيران، يعني أي مسجد موجود في إيران هو منذ العهد القديم، يعني لا زالت هذه المساجد باقية. وما يحصل يعني من ناحية هذه المساجد ترميم فقط، لكن أن يبنى مسجد في موطن معين هذا غير موجود لا في بلوشستان ولا في كردستان ولا في خراسان ولا في أي منطقة. بينما نجد في المناطق التي يتسنن أهلها أو يرجعون إلى الطريق الصحيح لا يبنى لديهم مساجد، كمنطقة الأحواز مثلا لا يوجد فيها مساجد. عموما يعني شاهدتم هذه الاعتصامات من أهالي تلك المنطقة أمام مبنى إمارة أسدية وكذلك أمام مبنى القضاء احتجاجا، لماذا أغلق المسجد؟ ما الذي حصل حتى يغلقوا هذا المسجد؟ لعل الذي أغضب النظام الإيراني هو تجمع الناس في صلاة التراويح. العجيب بأن هناك في الحسينيات يعني مناسبات معينة تكون يعني لإقامة هذه الحسينيات، يكون فيها إجازة للموظفين، يحفز فيها الناس، حتى في بعض الحسينيات يعني يوزعون جوائز من أجل أن يحضر الناس لهذه الحسينيات. وأغلب من يحضر مثلا في هذه المناسبات الحسينية من الحرس الثوري وأتباع النظام الإيراني، وبعضهم مدفوعين الأجر، ليس رغبة ليس عبادة. لكن بينما نجد من يحضر في مثل هذه المساجد سواء كان في إيران أو في غير إيران، ما الذي يحفزهم؟ الذي يحفز على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو الذي يدفع الناس إلى هذه المساجد فقط، وهذا أجر عظيم أعظم من أي جائزة. لكن تأمل يعني كيف اجتمع الناس في مثل هذه المشاهد التي شاهدتموها، وكيف اعترض أولئك القوم على إغلاق هذا المسجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما الذي حصل بعد الاعتصام؟ اعتصام الرجال واعتصام النساء في بجانب المسجد، وجعلوا بينهم ستار بين الرجال وبين النساء، وذهبوا إلى الإمارة، وحصل هناك يعني اعتصامات، رضخ النظام الإيراني وفتحوا هذا المسجد. ولكن لكم أن تتعجبوا كيف هي الأقفال التي أغلقت بها هذا المسجد بيت الله العظيم. نشاهد ثم نعود إليكم. پلان به نماز خانه در خاطر انبیاء محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل اصحاب محمد. خودم گفتم باز نمیشه، قدرت خدا باشه همه چی. بله ماما. خدا باشه همه چی. سیم چیز دستم آمورده است آفری شلو
رستم زیر اومدی کلیکو مرده هست تستاق خود نکنه انگوشتاق اگه چی نکنه اینجا که دارم اینجا که دارم در باز يعني لكم أن تتأملوا، يعني ممكن أن يكون هناك منع، يكون هناك حارس، لكن بهذه الطريقة يغلق المسجد، يغلق بهذه الأقفال بيت الله عز وجل. يعني ما الذي يخشونه؟ الذي يحصل بأنهم يصلوا في هذه المساحة البسيطة كما ذكرت لكم تقريبا 4x4 و4x6 ويجتمع فيها تلك المنطقة بعضهم، يعني جماعة، يعني جماعة خلف جماعة لأن مسجد صغير. ما الذي يخشونه حتى أنه يغلق مثل يعني هذا البيت العظيم؟ يعني هذا النظام الإيراني حقيقة يسمي نفسه بالإسلامي أو إيران الإسلامية، هم بعيد عن الإسلام بهذه الممارسات وبهذه الأساليب التي انتهجوها حتى في المناطق التي تعتبر فارسية، يعني من أهل السنة الفرس. يعني هذا أمر عجيب. طبعا يعني الأمر هذا مسجد يعني قديم، تعرفون بأن مسجد الشيخ فيض مبني من يعني 100 عام، وكان يعني موطن لعلماء السنة الذين حتى في باكستان وفي أفغانستان وفي كازاخستان، يعني كان يعني يعتبر ملتقى للعلماء والدعاء. هدموا وجعلوا مكانه حديقة عامة. ما حصل في طهران قبل 5 أيام و6 أيام، دخل يعني هؤلاء الجنود إلى بيت أحد المواطنين ويعني صادروا ما فيه من إذاعات، لأن هذا المواطن أقام أو جعل المجلس لديه مصلى لأهل السنة في إيران، وهو خصوصا في صلاة التراويح والقيام. اعتقلوا إمام المسجد، أغلقوا هذا المصلى. وبعض يعني الذين يعني يدافعون عن النظام الإيراني يقولون بأن أهل السنة لديهم مساجد داخل إيران. ما يعني حدثونا عن مسجد داخل إيران الموجود فعلا المعروف بأن هناك 8 أو 9 مصليات داخل بيوت أو داخل يعني في محيط البيت مصليات لأهل السنة. طيب كم عدد أهل السنة في إيران في طهران؟ أكثر من 1.5 مليون تقريبا. أين المساجد؟ طيب كم عدد الكنائس اليهودية؟ يعني أمر عجيب. هل سمعتم بأن يعني كنيسة أغلقت بمثل هذه التصرفات؟ نشاهد طبعا، سيعرف يعني هذا التعليق، وهو تعليق طويل للشيخ عبد الحميد زعيم أهل السنة في إيران عبد الحميد البلوشي، كان له التعليق حول ما حصل في طهران من إغلاق المصليات ومطاردة لأهل السنة وإحرامهم من صلاة الجماعة سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. كان هناك تعليق طويل، لكن اخترنا هذا المقطع لمن يجيد الفارسية خصوصا في أرض الأحواز العربية. نشاهد ردة فعل الشيخ عبد الحميد البلوشي زعيم أهل السنة في إيران، ثم نعود إليكم. ما در شرائط زندگی میکنیم توی دنیا که دنیا واقعا ملتهبه، التهاب فراوانه. دشمنان اسلام تلاش میکنن، سعی دارن قدرت های استکباری و اسرائیل غاصب و اشغالگر برای اینکه مسلمانان با هم درگیر کنن و بلاد اسلامی را ناامن بکنن و برای منافع خودشون هیچ رحمی ندارن و ترحمی بر مسلمانان نیست که مسائل این مسلمانان از سیاسی بر ازراع سیاسی حل کنند، بلکه مسلمانان هر دو طرف ترغیب میدن که یک دیگر را بزنند و بکشند و اختلاف و تفرقه ادامه پیدا بکنه. در چنان شرایط ملتهب و در چنان شرایط نامناسب باید همه مسلمانان بیدار باشند و مواظب باشن، از تفرقه دوری بکنن، از اختلاف دوری بکنن و
از افراط گرایی دوری بکنند، از تندروی جلوی تندروی و افراط گرایی را باید مسلمانان بگیرند تا جایی که توانایی دارند. دست تندروها را باز نگذارند، مخصوصا در کشور خودمون جمهوری اسلامی ایران. اما ادهی هستم متاسفانه که این قدر امنیتا نمی دانند، ادهی تندرو، ادهی افرادی که تعصب دارند و تنگ نظرند و کوتاه بینند، هم در درون هم در بیرون تعامل نمی کنند. بیرونی ها که حسادت می برند و در درون هم متاسفانه بعضی هستند که تحریکات ایجاد می کنند. ما الحمدلله در بخش آل سنتش تا آنجایی که توانایی بوده و توانستیم علما نخبگان الحمدلله تلاش شده و آرامش موجود امروز. ما خدا را شکر می کنیم که تندروی و افرادگراهایی که در آل سنت بودن تا جلوشون گرفته شده الحمدلله. نه ما اینجا تکفیری داریم، نه اینجا ما از تندروهای افرادگراها داریم که جرأت بکنه صدا را بلند بکنه، چون میدانی که مردم بیدار موجودند. اما انتظار ما و الحمدلله امروز اهل سنت چنان رفتار کردن که من عرض کردم که سر ما بلنده جلوی مسئولین، جلوی برادران شیعه ما. أعان الله وإياهم على هذه المحن التي تتجدد بين كل فترة وأخرى، لكن نقول نسأل الله يثبتهم وأن يجعل لهم الفرج وأن يوفق إخواننا في الأحواز لبناء مساجد في أرضهم. يعني كفاية يعني الفترة الماضية التي هم يريدون النظام الإيراني، يقولون بأن ليس يعني من في الأحواز لا 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 يعتمدوا إلى الحسينيات، يريدون أن يقنعون أنفسهم بأن لا زالت الأحواز يعني تتبع المنهج الصفوي تماما. في الحقيقة أن الواقع تغير تماما، يعني حتى الشيعة يعني الشيعة العرب في الأحواز ليسوا يعني على هذه الأفكار التي يعني روجها الملالي، كل أفكار خاطئة ودين خاطئ. حتى لما يعني تسمع لي أحد مثلا شيعي في الأحواز تقول هذا ليس شيعي، يعني ليس عنده اللطم ولا التطبير ولا التحريف في القرآن، ولا يسب الصحابة ويترضى على الصحابة وعلى عائشة رضي الله عنها، ليس لديه إلا بس مجرد يعني الاسم فقط. يعني قد يكون مثلا أن يتحفظ على الاسم يعني كعصبية فقط، يعني تربى على هذا الأمر. النظام الإيراني يريد أن يفرض بأن لا زالت الأحواز شيعية تتبع للمنهج الصفوي ولا يحتاج المساجد. يعني هكذا هو فكر من يدافع عن النظام الإيراني أو النظام الإيراني بنفسه. طبعا في بعض المناطق وخصوصا في بلوشستان ما شاء الله تبارك الله يعني صلاة التراويح حتى خارج المساجد، نسأل الله أن يحفظهم وأن يبقي هذا الأمر على ما هم عليه. وأتوقع بأن النظام الإيراني سوف يحاول محاولات لمجرد أن لا يبقى مسجد داخل إيران، كما هي المحاولات الفترة الماضية. يعني تخيلوا قبل قرن من الزمن، يعني قبل تقريبا في نهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر، كانت إيران بنسبة 100% من أهل السنة. مع يعني مجيء إسماعيل الصفوي بدأوا يعني يحاولون طمس الإسلام وشعائر الإسلام في تلك المنطقة، لكن الله على كل شيء قدير. نشاهد الآن مشاهدي الكرام يعني أسير أحوازي كان في السجن وسجن في سجون إيران، نشاهد يعني كيف كانت حياته وحياة المساجين في شهر رمضان داخل سجون إيران. نشاهد. طبعاً بدوري كنت أسير عند الاحتلال الدولة الفارسية،
احنا الأسرة كنا نحيي شهر رمضان بقلة الإمكانات اللي كانت موجودة في السجن. طبعا تم اعتقالي سنة 2006 وصادف أول شهر رمضان في سجون الاحتلال الدولة الفارسية. طبعا شبابنا كانوا متقسمين في أقسام مختلفة، وحسب أنه الأقسام اللي موجودة هم متقسمين في الأقسام، وظروف كانت قاسية كلش قاسية عليهم يعني، وبالأخص مسؤولين السجن ما كانوا يعطون إمكانيات من أجل إحياء شعائر شهر رمضان المبارك. يعني كانوا منعينا من تدريس بصورة صحيحة للقرآن، ويعني تشكيل صفوف وحلقات قرآنية كانوا منعينا كثير من عندهم، بصفة أنه كل من كان يعني يجتمع ويقرأ القرآن بصورة حلقات كانوا يتهمون بتهم خاصة وداخل السجن. طبعا هذا من نظر التعليم القرآن، لكن الحمد لله أنه شبابنا كانوا متمسكين بمناسكهم بصلاتهم بأدعيتهم بتوعيتهم وتوعية الآخرين في داخل السجن، وهاي كثير مهمة كانت أنه كانوا مؤثرين بصورة إيجابية على باقي السجناء. هذا من نظر التأثير والدراسة القرآن. لكن من نظر مع الأكل في أيام شهر رمضان مع الأسف كانت الظروف كلش قاسية والإمكانيات كلش غلة، بحسب حتى يعني السجين اللي كان يصوم في شهر رمضان يواجه مشاكل عديدة من قبل مسؤولين السجن ومن قبل يعني الظروف اللي قاسية وغلة الإمكانيات اللي موجودة في السجن. لكن شبابنا الحمد لله يتحدون هذه الأمور وصمدوا، ويعني بسبب صمودهم أثروا على الآخرين، حتى أدت إلى تغيير يعني حالات السجناء الآخرين بصورة إيجابية، ومنهم قاموا يصلون ويصومون فتأثيرهم هذا. أما برامج المهمة اللي كانت إحنا نأديها بصورة كانت يعني نوعا خفية كانت نأديها، وهي إحياء ليالي القدر المباركة. طبعا كنا نحييها بصورة خفية، يعني ذاك نصلي جماعي كانوا ما يقدرون نصلي جماعي إلا تحت إشرافهم، فهاي كانت أدنى سببتنا مشاكل كثيرة داخل السجن. ولكن الحمد لله كانوا الشباب يعني آخر الليل يعني اللي المسؤولين كانوا لحظة مثلا يتركون هناك فيسجونها، والأهم هو إحياء يوم عيد الفطر المبارك. فيوم العيد كانوا يحتفلون احتفالية قوية داخل السجن رغم الظروف اللي موجودة والممانعة اللي من قبل المسؤولين، لكن شبابنا الحمد لله كانوا يحتفلون العيد. وكل عام وأنتم بألف خير والتحرير والنصر إلى أسرانا والشعب العربي. نسأل أن يفرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. ولا شك بأن يعني المعاناة أشد، ولو فتحنا المجال للأحوازيين للحديث عن ما أصابهم فقط في شهر رمضان لوجدتم الشيء العجيب. لكن يعني هي مجرد إضاءات وإشارات فقط، ونسأل الله أن يجزي الأخ رمضان الناصري عن كل ما أصابه بالحسنات، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يفرج عن إخوته ومن هم الآن في سجون إيران. مشاهدي الكرام، بعد قليل ينضم إلي الأستاذ علي كاظم الأحوازي. يعني حدثت أحداث بالأمس في حي الثورة في أرض الأحواز، وحقيقة يعني مثل هذه الأحداث دائما يتغافل عنها النظام الإيراني ويحاول أن يطمس مثل هذه المظاهرات أو الأشياء التي تحصل من الأحوازيين، سواء كان يعني غضب أو ردة فعل معينة. دائما النظام الإيراني لا يظهر ذلك في الإعلام، فسنظهر الآن يعني بعض المقاطع التي وصلتنا من أرض الأحواز مساء الأمس، وسوف يكون معنا عضو جاد الأحوازية الأستاذ علي كاظم. الأستاذ علي معي؟ طيب يعني سنعود إن شاء الله مع الأخ علي كاظم، ونستعرض وإياكم فقرة من فقرات نسمات رمضانية مع الأستاذ والداعية الإسلامي إبراهيم أحراري.
نشاهد ما قاله الشيخ إبراهيم وأرسله لنا في هذا البرنامج، ثم نعود إليكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الجنة، ما معنى الجنة؟ هي دار الخلود، نعيمها دائم لا يعتري سكانها نسب ولا هم ولا حزن، فيها لا تسمعون فيها إلا سلاما وسلاما، يتمتعون بما أحل الله لك تعالى بفضله وكرمه في الجنة، فيها نعيم دائم مقيم، لا عين رأت، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولقد بين الله تعالى بفضله الكريم في كتابه العظيم صفات هذه الدار، هذه الجنة، حتى يسعى لها المسلمون، يتنافس لها المسلمون، في ذلك فليتنافس المسلمون ويتنافس المتنافسون في نعم الجنة. ما معنى الكثير؟ كثيرا ترى في آيات القرآن، خاصة في آيات المكي، صفات الجنة وهكذا صفات النار. لقد أرشدنا رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم لصفات هذا الدار، لصفات الجنة، حتى نستعين بالرجاء، نحن لابد أن نرجو الله على الجنة، نسأل الله الجنة، نسأل الله الرحمة، نسأل الله لقاء الله في الجنة، رؤية الله في الجنة، ونقبل على أعمال الصالحة، ونرتبي بما ينابيه الخير لكي نسكن إن شاء الله في هذه الدار النعيمة. ننعم بحمد الله تعالى، ننعم بحمد الله تعالى على فضله وكرمه. يقول الله تعالى في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم في الجنة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، لا تعلم، نحن لا نعلم ما أخفي لنا، نسأل الله إن شاء الله الجنة. ما تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله أن يرزقنا العمل الصالح، العمل الصالح، الإيمان الحقيقي، كما قال الله تعالى: من يطع الله والرسول. أخي الكريم، إخواني الأعزاء، من يطع الله والرسول، ما خلقنا إلا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، ما خلقنا إلا ليطيع الله، إلا ليطيع الرسول. فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. لمن أنعم الله؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أين أنعم الله عليهم؟ في الجنة. أين أنعم الحقيقي؟ في الجنة. وهكذا في حياة الدنيا لابد أن نحن نهيئ أنفسنا للجنة، كما قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا إلى ربهم، سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سيق فوج، فوج يرسل الله إلى الجنة، حتى إذا جاءوها، إذا جاءوا إلى الجنة ففتحت أبوابها، وفتحت أبواب الجنة في شهر رمضان، فتحت أبواب الجنة، نحن لابد أن ننافس في هذا. وقال لهم خزنتها، حراس الجنة، يقولون: سلام عليكم، سلام عليكم، تبتم فادخلوها آمنين، فادخلوها خالدين، عفوا، تبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده. ما يقول أهل الجنة؟ ما يقول أصحاب الجنة؟ يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده، هذا وعد الله للمسلمين، للمؤمنين، للذين يعملون الصالحات، للذين يبعدون أنفسهم عن الشرك والقبور، يبعدون أنفسهم عن الظلم. هذا الذي، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أورثنا الأرض، هنا انظروا، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أين تريد في الجنة؟ أين تريد تسكن؟ أين تريد تذهب تسافر تتجول؟ في الجنة، حيث نشاء، فنعم أجر العاملين، هنا أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش، ترى أنت هنا في الجنة الملائكة حول العرش يسبحون بحمد ربهم، هنا مهرجان الإلهي، مهرجان الذي يصبرنا الله هنا في الجنة، يسبحون بحمد، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا وصف الجنة، هذا وصف الجنة. شكرا للشيخ إبراهيم الحلبي على هذه الإضاءة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. ينضم إلي الآن الأستاذ علي كاظم الأحوازي، مسؤول اللجنة الإعلامية لجادة الأحوازية. حياكم الله أستاذ علي، وأهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أخي عبد الله، وأشكرك بداية وأشكر السادة الفني لإتاحة لي الفرصة في برنامجكم. الله يحييك أستاذ علي وأهلا وسهلا بك. في البداية يعني ما الأحداث التي حصلت بالأمس في الأحواز؟ طبعا الأحوازيين دائما عندهم شهر رمضان يستقلون، طبعا الشباب أقصد الأحوازيين، ويعملون برامج مثل صفوف القرآن وصلاة التراويح، طبعا بين قوسين صلاة التراويح تكون في البيوت بعيدة عن أعين النظام، واللعبات الشعبية لعبة المحيبس، ومرات هم يعملون كاس يعني كرة قدم وما شابه ذلك، واللعبات يعني اللعبات نارية تعرف بالأحواز. الإيران ضايق الأحوازيين من كل المجالات، وحتى المنتزهات هم لا يوجد، إنما هم يعملون هذه الأشياء من أجل قضاء أوقاتهم أو ما شابه ذلك. وكالعادة الشباب متجمعين في الواقع الدراجات النارية ويقفزون من ويعملون مناورات وما شابه ذلك، وجاءت النظام دائما ليتدخل ويحاول أن لا يخليهم أن يعملون أشياء مفيدة وحتى يقضون أوقاتهم تعرف، وهم رفضوا أن تدخل النظام وواجهوا في الواقع في الحريق وما شابه ذلك، وحتى هاجموا الشرطة. هذه حدثت يوم أمس البارح في الواقع في الأحواز، ومن ثم السيارات الشرطة بدأت تتابع الشباب في الشوارع والأزقة ليقضوا عليهم، ومثل ما وصلتنا الأخبار من الأحواز بدأوا يرجمونهم ويقطفون عليهم الأحجار والنيران، وحتى هم بالواقع هربوا من المنطقة. نعم، في إصابات أستاذ علي أو أحد اعتقل من الأحوازيين؟ لله الحمد مثل ما وصلتنا التقارير لا يوجد إصابات ولا يوجد اعتقالات لحد الآن. طيب يعني كيف الأوضاع الآن؟ يعني هل هناك يعني تطويق للحي؟ هل هناك حراسة أمنية موجودة حاليا في الحي؟ طبعا تعرف حي الثورة معروف عند ليس فقط عند الأحوازيين وعند العرب، عند النظام هم يعرفون حي الثورة دائما يوجد في مواجهات، ودائما النظام يخلي ويجعل هذه الدوريات تقف إلى مكانات من أجل أن لا تخلي التجمعات، تعرف يصير تجمعات في الأحواز، هم على إيمان بأن إذا صارت أي تجمع من الأحوازيين أن تنقلب ضدهم، ولهذا السبب هم دائما يحاولون يوقفون هناك. أما مثل ما وصلتنا الأخبار الأمور عادية لحد الآن، ولا يوجد أشياء كيعني حالة أمن أو ما شابه ذلك، أما الأمور عادية مثل ما قلت لك يعني الدوريات وما شابه ذلك دائما يوقفون كالمعتاد. بارك الله فيك أستاذ علي، أنا أشكرك شكرا جزيلا، وأسأل الله أن يحفظ أهلنا في الأحواز، ونحن وعدناكم بأن اليوم سوف يكون يعني عرض لبعض الموائد الإفطار سواء كان الأحوازيين في الداخل أو في الخارج، لكن يعني الوقت قصير، ولعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نستعرض يعني وإياكم بعض من موائد الإفطار التي ويوميات الصائمين سواء كان في الأحواز أو في يعني الذين يعيشون الآن في المهجر. سنعرض لكم رقم أيضا لمن أراد التواصل معنا يرسل صور أو مقاطع فيديو، ونستعرض يعني هذه العادات الرمضانية الموجودة في الأحواز. طبعا يعني كان هناك يعني أحداث يعني حصلت في إيران، منها في الأحواز يعني اعتقل طالب جامعي وهو يعني تقريبا يبلغ من العمر 22 عام، واسمه فاضل حمزة، والمصادر الأحوازية ذكرت أن يعني هذا الاعتقال حصل في ظروف غامضة، ويعني نقلوا عن أهله أنه لا زال الآن في مركز مخابرات الاحتلال الصفوي في مدينة تستر، ونسأل الله العظيم أن يفرج عنه وعن إخوته المعتقلين في سجون إيران. أيضا يعني ورد أن هناك مجموعة من الأحوازيين
يعني بحمد الله عز وجل يقيمون شعائرهم الدينية بعيدا عن أعين الاحتلال الإيراني. نسأل الله أن يحفظهم. ويعني شغل الجواسيس لا بد يكون هناك يعني متابعات مثل هؤلاء يترصدون لمن يطيع الله عز وجل، وهذا يعني شيء عظيم، وليخاف الله عز وجل من كان جاسوسا لمثل هذا النظام على إخوتي الذين يتعبدون الله عز وجل. أيضا يعني من الأخبار التي وصلتنا عن أرض عن الأحواز بأن النظام الإيراني يدرب ميليشيات في جزر أحوازية، وهذا ما كشف عن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري العميد علي فدوي أن قواته تدرب مقاتلين أجانب ينتمون لمحور المقاومة حسب وصفه، وفي جزيرة فرو الأحوازية، في جزيرة فرو الأحوازية وهي إحدى الجزر الواقعة في شمال الخليج العربي. وذكر يعني أن هذه القوات تدرب على تنفيذ مهمات خاصة، حيث تتولى قوة التدخل السريع في بحرية الحرس الثوري، ويتم التدريب بشكل عملي وعلمي. وأيضا أشار إلى أن العميد محمد ناظري الذي توفي في ظروف غامضة في العاشر من مايو الماضي هو من كان يشرف على التدريب. أيضا من الأخبار أن يعني العثور على جثة أحوازي على ضفاف نهر كارون، وهذا ما نشره المركز الإعلامي للجبهة الشعبية الأحوازية جاد. ذكروا في تقرير عن وجود أحوازي مقتول يعني على ضفاف نهر كارون، وتم الكشف عن جثته وانتشالها في حي الزرقان. وذكروا بأن يعني القتيل الأحوازي ألقي في مياه كارون حيا مقيدة يداه إلى الخلف، وذكروا بأن اسمه علي بن دايم التميمي، ويبلغ من العمر 25 عاما. والمنظمات الحقوقية تتهم سلطات الاحتلال بممارسة هذه الوحشية لبث الرعب في نفوس الأحوازيين. أيضا يعني هناك اشتباكات في مدينة خاش البلوشية، ولا زالت يعني الأسباب يعني لم تعرف عن هذه الاشتباكات. أيضا من الأخبار لدينا في إيران أن هناك إصابة لتقريبا 90,000 إيراني بشكل سنوي بالسرطان في إيران. يعني هذا يعني تقريبا ما لدينا من الأخبار في إيران. الشيء المثير والشيء الذي يعتبر يعني كان له حراك قوي، وكان هناك يعني معارضات، هو ما حصل في مدينة أسدية من معارضات النظام، معارضات لأهل السنة في إيران بسبب إغلاق المسجد في إيران. كما يعني ذكرت لكم في قبل قليل بأننا إن شاء الله في الاثنين القادم سنستعرض وإياكم يوميات للصائمين، سواء كان من الأحوازيين في الخارج أو يعني بعض صور موائد الإفطار لنتعرف على عادات الأحوازيين. يليت يعني الرقم يعني يظهر على الشاشة حتى يتواصل معنا أهل الأحواز، يعني صور مائدتك مثلا لهذا اليوم وأرسلها على جوال البرنامج، وعرف ب يعني هذه الوجبة أو هذه أو هذا الطعام الذي تخصصونه دائما في شهر رمضان، لنتعرف على عاداتكم الرمضانية وعلى حياتكم في رمضان. وأيضا يبدو بأن أيضا هناك موائد معينة للسحور مخصصة للأحوازيين في شهر رمضان. طبعا نتمنى أن يكون هناك من البلوش والأكراد التركمة، لكن بحكم أن يعني اللغة غير لا تصل لهؤلاء يكتفي بالأحوازيين. طبعا وصلنا وإياكم مشاهدي الكرام إلى ختام هذه الحلقة. أرجو الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم التوفيق
لصيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا. أمامنا وقت الإفطار، وفي هذه اللحظات دعوة الصائم لا ترد، فنتمنى أن نخصص لأنفسنا وللمسلمين بالدعاء الصالح الخالص، وأن لا ننسى كل مأسور وكل مظلوم وكل مضطهد في بلادنا الإسلامية، وأخص منهم المظلومين في إيران. أدعو لهم، فما يعني يكون من دعاء هو شيء عظيم وله أثر، وهذا ما نتقرب به إلى الله عز وجل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.